في لبنان مستقبل جيل كامل مهدد بالضياع. هذا ما كشفته اليونيسف وحذرت منه بعدما أجبرت الحرب أكثر من 1,200,000 شخص على النزوح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، بينهم نحو 400,000 طفل محرومين من التعليم. Public schools have either been rendered inaccessible, have been damaged by the war, or are being used as shelter. The last thing this country needs, in addition to everything else it has gone through, is the risk of a lost generation. ومع تواصل الغارات الإسرائيلية، بلدات حدودية برمتها في الجنوب والبقاع الشمالي أخليت، فيما تخضع مناطق عدة أخرى لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية. وفي حين تمكن بعض النازحين من العثور على مأوى، وجد عدد كبير منهم أنفسهم مضطرين للنوم في العراء، ما جعل المدارس تستخدم كملاجئ. على إذا أنا بلبلوا لي هلا ابعتوا على المدرسة، أكيد لا، هقول لا، لأنه بمنطقة كل الناس الأرض، فأنا أكيد من فزعي اللي أنا ابني يمكن فضل هالسنة إنه أنا طب ابني على حضني أحسن ما أنا أروحه من حضني. ليس الحرمان من التعليم هو ما يقلق الخبراء فقط، العمليات العسكرية تترك آثارها النفسية على الأطفال من قصف ونزوح مستمر وجوع أو فقد أحد أفراد العائلة، كلها أعراض يقول مختصون إنها ستظهر بوضوح أكبر بعد الحرب.